لك حبه اسبوع وتنتهي. مرحبا، هلا والله. سلام ورحمه الله وبركاته. يا علي يا مرحبا. النجم الناحي يا مرحبا يا علي. مرحبا يا ابو ناحي. يا هلا. مع انه والله العظيم ترى يا جماعه انه ممنوع، لكن مرحبا بك يا علي. وبيض الله وجهك. الشغموم حتى ولو القريه. ايش فيك تتكلم؟ شغموم يعني حتى تتكلم ما يدخل. دقيقه الله يطول عمرك. دقيقه الرجال جاي. لا لا والله سم. يرفع عونه. دقيقة وش شوف 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 اوه اعطوني اعطوني. لا ما بيذا بيذا بيض الله وجهك يا ابو ناحي. هذه التورته بس اللي تحمل ليه حاطين صوره كوب اللي تحمل دقيقة بشورنا تحت. والله ما هو بان اللي جايب كذا، بس خله زي كذا خله زي كذا. انا حطيتكم بيض الله وجهك يا يعني ما على جميل العذر. انا ما ادري انا باكل نفسي هنا. لا لا بصراحه يعني بديت فؤاد انا بديت يعني اميل مع علي مناحي شوي يعني كيكه وكذا. هذه التورته. يا مرحبا يا ابو ناحي. يا مرحبا يا ابو ناحي. بيض الله وجهك ويجمل حاله على هالضيافه اللي ما تستغرب منك يا ابو ناحي. يعني لا دقيقه ابو ناحي نفتح. لا 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 انا باكل انا باكل. مخرج تعال انا باكل. دقيقه ابو ناحي بس دقيقه بالله مخرج تعال يا جماعه نختم التاق عندنا بعدين ناخذ راحتنا. مخرج تعال شوف 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 باكل انا. تعالي وقرب قرب 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 قرب. عاد ايش باكل انا؟ ايخ مره يا اخي هذا. الله يجعلها بالعافيه. يجعلها بالعافيه. شكرا يا علي الله يبيض وجهك. قصرت علي انا. قصرت علي. طلب له انتم. طلب غير متعب تفضل. الله يطول عمره. متعب ما يحتاج ابوي نزي كافينا فيه الله يطول عمره، لكن عندي طلب. ارحموا اخوانكم الصغار. واخوانكم الصغار بيحترموكم. فاللي ابي منكم ترحمون اخوانكم المتسابقين. رحميهم الله يطول عمركم ويبيض وجيهكم. ودي نسلم عليكم كلكم، لكن فقرتكم ودي اشغلكم. الله يبيض وبالعافيه. الله يعافيك. وان شاء الله القادم. شكرا شكرا يا علي. كثر خيرك. رحم الله وجهك يا علي. شاكرين لك الضيافه وحسن الضيافه اللي ما تستغرب على اللي مثلك وشرواك. طيب يا جماعه انا عندي مطالبه اول شيء. احنا بنطالبهم بيطالبون يا الله. راح كلها مطالبات. انا عندي مطالبه بس بنتظرين المتسابق علي الشغموم. الشغموم طبعا احنا نشكر شغموم القريه على هذه المبادره، بس يعني انا افضل ان صحيح ان شغموم القريه، لكن هناك طرق افضل من تقديمها بهذا الشكل، انك تنسق مع الاعداد انها تكون قبل الفقره او في نهايه الفقره. يعني الشغموم لك كل الاحترام لك كل التقدير شكرا لك، لكن يعني دخولك في وسط المحاور وقتل المحاور عشان تقدم لنا هذه الضيافه، يعني انا اشوف طال عمرك انها في اليه افضل من هذه الطريقه. لذلك انا اطالب محمد عيسى. يا محمد عيسى انا ما ادري يعني تعال ليه ليه الطالب ليه الطالب ليه الطالب. دقيقه الله يحفظكم. الله يا محمد عيسى يعني ما منطقي انضباطيا اطلبها حتى من الاعداد عندنا. شكرا على ضيافته، لكن ما هي في وسط المحاور، اما بدايه فقره ولا نهايه فقره يا اخي. شكرا يا شغموم القريه، لكن ما هي بكذا يا اخي. شوف على اني على اني ضد علي مناحي انا اوكي، ولكن حضوره اليوم بالكيكه عشان انا سبحان الله يا اخي اشبع عيني يا اخوي سبحان الله. انا استخرج علي ماني باللي يقول مدح اخر وجبه قدم لي اكل مدح. لا لا صدق صدق خليه يجي شغموم القريه يا اخي خليه يحضر. لا لا بعيدا بعيدا حط له كرسي جنبك الله يحفظك. لا يا ولد لا جاء الرجال بحكم انه شغموم لهذا الاسبوع قدم لنا كيكه تورته والقهوه. الفقره هذه لها حرمات لا تكسر، الفقره هذه لها خطوط لا تتجاوز. مهما كنت في هذه القريه لا تدخل هذه الفقره الا بطريقه وتنظيم واعداد وتنسيق. عاد علي كنت تراهن على جميته. اي خير يا رجال، وش ذا المحاور عاد اللي بيقتلها وبتموت الفقره؟ ثلاث محاور وخلصناها. طيب ودخل الرجال واكرمنا جاي بدلته وجاي بالترته ومقدمها لنا ومكرمنا وبيض الله وجهه. ليه ما يدخل الفقره؟ داخل الفقره متهجم، داخل الفقره راد على محور، داخل الفقره معترض على محور. يا اخوي داخل يقهوينا يقدم لنا الشيء اللي وجهه نظر. انا اقول ما والله العظيم انا اقول بيض الله وجهه. والله يستاهل بيض الله وجهه. وجاي ينصح يقول يا الله اخواني. يا جماعه يا جماعه يا جماعه لحظه، صالح المكسر تدري وش قصده؟ قصده بالمهنيه. احنا عندنا احنا فقره مهنيه، احنا الان طاوله مهنيه.